السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يعني قريبا، أنا أقول لكم قريبا سيكون لي لقاء مع شخصية مميزة في شبابنا زمان، يعني في الطائف، وخاصة زقاق الخميس وول ستريت الطائف كما أطلق عليه، حارة أسفل، سوق الصاغة، السوق الأبرز في أسواق الطائف جميعا، بل السوق الذهب الأبرز في أسواق المملكة كلها، سوق الذهب في الطائف. وأخونا سامي بن عم ياسين حلبي كما دوما نطلق على من هم أعمامنا في الحارة، نتعلم منهم، نتهذب على أيديهم. أخونا سامي حلبي سيكون لقاءنا مختلف عن جميع ما ينشره في اليوتيوب، الوجه الآخر لي من حارتي سامي حلبي. طبعا تربينا سوا ترى، نعم كورة سوا، نعم والفرفر عند دكانه، ايه. يعني حتى حارت أسفل أقول لهم مشهورة بالفرفر، ايه الفرفر والغن. عبد الله ثمالي، ايه. وسامة زعفراني، ايه. الله يسعدهم، الله يعطيك. فهذا سيكون لقاء بيت القطان، بيت القطان، ايه. وزقاق الخميس، عثمان وسعيد و... والله عيال عيد، عيال عيد، ايه. بيت عيد، ايه. عبد الله و... وعماشة عبادي، الله يعطيكم العافية عبادي. فخلاص حتوعدنا بلقاء إن شاء الله، إن شاء الله مختلف، نتحدث فيه عن البدايات، من بدايات سامي إن شاء الله، والتحول والصاغة. أنا أديكم كذا واحدة على الآخر، اللي في سنه هو ما بيقول، أنا بقولها اللي أنا شاهد على العصر، شاهد على سوق الذهب، كان الأبرز في ذاك الوقت اللي في سنه سامي حلبي. الحمد لله، الله يعطيك العافية، أنسى البنسة وارفع البنسة.